رجعنا لكم مشاهدينا مرة كمان بعد الفاصل. والحقيقة جه معايا فقرة ممكن يكون كتير مننا بيستناها، فكرة ان انا ازين بيتي، لكن مش فكرة زينة بس، ده كمان اخلي ريحته جميلة، اخلي فيه ضوء كده من الشموع وضوء انا ممكن اكون يغير المود بتاع البيت خالص، يغير الاجواء، خاصة لو انا بحب اقرا كتاب مثلا وانا جنبية شمعة، الشمعة دي ايه ريحتها؟ تكون طالعة الريحة العطرية اللي منها عاملة ازاي؟ قد ايه هتغير من الجو بتاع البيت، هتغير من شكله، هتغير من ريحته. الحقيقه النهارده هنعرف فكره جديده ازاي نقدر نعمل شموع بروائح احنا ممكن نكون بنحبها، روائح المستحسنه لينا، واللي النهارده هتكون معانا وتعرفنا بقى على الافكار الجميله والحاجات الجميله اللي جايباها معاها هي الفنانه مريان اسامه، طالبه فنون تطبيقيه جامعه حلوان ومصممه شموع باشكال فنيه. اهلا بيك يا مريان. بخير. بصي انا مش هتكلم عن الحاجات اللي قدامي دلوقتي، بس عايزه اقول لك الريحه اول ما ابتدت تتحط وتملى الاستوديو، الحقيقه روائح جميله جدا، لكن فكره ان انا ادخل في مجال الشموع وابتدي اصمم، مش بس ان انا بعمل شكل او ديزاين حلو، لكن الريحه بتاعته كمان جذابه قوي وروائح مختلفه، دي الفكره جات لك ازاي؟ اوكي، هو انا الفكره اصلا جات لي بعد ما خلصت امتحانات الترم الاولاني. انا كنت قاعده فانا حاسه انا عايزه اعمل حاجه، يعني حاجه اللي هي انا كمريان، فقررت ان انا اكون بسيرش وبذاكر يعني الموضوع دوت، وفعلا بدات مثلا بتاع اسبوعين بعمل كده. البيت عندي ما كانش يعرف انا بعمل ايه بصراحه، بس فبعد كده قررت ان انا خلاص يا جماعه انا هنزل اجيب الحاجه، كل الماتيريالز وكل حاجه. فهم كانوا مغضوضين بقى اللي هو انت خلاص هتاخدي الاستاب على طول. بس فقررت بقى ان انا انزل اجيب كل حاجه. كنت متحمسه قوي لاني انا بحب اي حاجه هاند ميد بصراحه، بحسها حاجات كده معموله بكل حب يعني. بس وكمان خصوصا بقى انه بتتعمل سبيشال جدا، يعني اي حد يعني. ده كان بعد التخرج؟ لا انا لسه ما اتخرجتش. ما كنتيش لسه يعني انت لحد دلوقتي لسه؟ ما انا قلت برضه هتخرج اخر ترم خلاص. لكن بعد ما دخلتي الكليه ابتديتي تشتغلي على الفكره بتاعت هو لسه الترم اللي فات يعني. المشروع بقى لك قد ايه تقريبا؟ 4 شهور مثلا. 4 شهور وبالشكل والحاجات الجميلة اللي احنا شايفينها دي في 4 شهور. شكرا شكرا. لا بجد يعني وقت قصير قوي على انك تعملي حاجات حلوة زي كده. هو انا كان هدفي بصراحة ان انا اكون بعمل حاجة مختلفة، حاجة نكون بنستخدمها برضو في نفس الوقت. يعني فكرة الفلاورز بصراحة جات لي وقت فالنتاين، فالموضوع بالنسبة لي كان ملهم قوي، انه انا كان قدامي اصلا بوكي ورد كان جاي من وقت، بس فبعد كده هو ديبل بقى. فانا يعني اللي هو يا سلام بقى لو فضل زي ما هو. فقررت من وقتها ان انا اعمل الفلاورز ويكون فيها نفس الريحه الياسمين والفل وريحه الورد وكل حاجه، وتتقدم كبوكيه ديكور. هي الفكره اصلا كرييتيف جدا، فكره ان انا فعلا لما بيجي لي بوكيه ورد، انا اكتر واحده بتكره ان حد يهديها بورد، على اساس يعني ان انا يعني رغم ان انا بحب الورد جدا بالزبط. جدا جدا، وبحب اتفرج عليه وبحب اشوفه واحب ان انا اشتري ورد، لكن بيصعب عليا ان حد غالي عليا قوي يجيب لي ورد ويدبل، ما اعرفش بحس من جوايا ان انا مش مبسوطه يعني. لكن لما هيجي لي بوكيه ورد كله شمع عمره ما هيدبل، وريحته كمان هتفضل فيه، وممكن تكون احنا عندنا كذا ورده بكذا ريحه مختلفه بالزبط. فده بيشكل برضو نفس الفكره اللي بيعملها بوكيه الورد العادي، لكن مش هيموت. انا وهي دي اهم حاجه. ايوه انا اصلا اول اوردر طلب مني كبوكيه كان، ممكن امسك بوكيه واوريه للمشاهدين. بصوا البوكيه تحفه تحفه. كان اول بوكيه طلب مني ان في ولد عايز يتقدم لعروسته بالبوكيه دوت، فبالنسبه لي انا كنت مخضوضه، يعني انت ازاي هتروح تتقدم لها في حاجه كاندلز وكده. بس بعد كده يعني حبيت قوي اسمع الفيدباك، لقيت ان هي بترتب ان هي تحطه فين في الشقه. انا عايزه اقول لك هو ريحته اكيد انت عارفه يعني ريحته جميله جدا، كاني فعلا ماسكه بوكيه يعني بوكيه ورد حقيقي، يعني شم ريحه الفل، شم ريحه لا يعني في وياسمين، يعني في روائح كتير خارجه منه كانه بوكيه ورد بحقه حقيقي، يعني ورد طبيعي بالظبط. وبلعب بقى في الالوان بتاعته، يعني بحاول اخلي الالوان بتاعته فيها تدريجات،
اللي هو الحاجات اللي بتبقى طبيعيه شويه. طبعا عمرنا ما هنجيب حاجه زي اللي ربنا خلقها يعني. لا بس الفكره بصراحه انا بحييكي عليها. ثانك يو شكرا. هل الكليه بتاعتك انا عارفه انت فنون تطبيقيه، هل لعبت دور في الافكار بتاعتك اللي احنا بنتكلم عنها النهارده، ولا دي كانت هوايه موجوده عندك بس مش عارفه تطلعيها ازاي؟ لا هي لعبت دور كبير قوي. اول دور هي لعبته بصراحه قبل ما يكون فني هي فكرة الإدارة، إن أنا مش الشخصيات اللي أنا كنت أخاف أخد ستيب حاجة زي كده خالص. ففكرة إن هي إحنا بناخد جزء مثلا بندرس جزء اللي هو إزاي أكون بعمل مشروع. فلا أنا فكرة إن أنا أخد ستيب دي بصراحة هي اللي شجعتني جدا الكلية. فكرة طبعا الفنية إنه إحنا بقى بنلعب بشكل كرياتيف. دايما شغلنا في الكليه بنحاول نفكر في حاجه بره الصندوق، وده اللي احنا شايفينه. البوكيه ده مختلف تماما يعني عن الشموع اللي احنا متعودين عليه. فدي من الحاجات اللي بصراحه شجعتني قوي ان انا اكون بفكر بشكل حتى تلقائي، يعني مش ببقى مركزه قوي ان انا اكون بعمل حاجه مختلفه واخد مجهود. لا هي الموضوع بيجي كده. فلا طبعا الكليه ليها دور كبير اكيد. طب افرض انا دلوقتي مثلا بحب اجواء معينه في البيت، وانت عارفه كل ست مننا او كل شخص، مش فكره سيدات بس، بتحب يبقى عندها جو كده معين. في ناس تحب ريحه الورد، في ناس تحب الريحه اللي هي المسكره شويه الشجري، في ناس بتحب الروائح الخشبيه العودي شويه. فانا لو انا عايزه اعمل ورد معين او اعمل شموع معينه بروائح عطره كده، تعرفي توصلي لي الفكره اللي انا بحبها ازاي؟ يعني تعرفي توصلي لي الريحه اللي انا ابقى شامعها طول الوقت ازاي؟ اوكي. هو انا لما بتكلم مع اي كلاينت عامه او اي حد بيطلب مني اي اوردر، بطلب منه ان اعرف كذا حاجه. انه الشخص دوت مثلا بيحب القرايه، فهو بالتالي شخص هادي شويه، فعايز الحاجات اللي تكون بتريلاكس خالص. وبعرف كمان الالوان، ايه الفيفوريت الكالر بتاعه. فانا بلعب على الحاجتين دول بصراحه، عشان خاطر انا واثقه انه اكتر حاجتين بيلعبوا بالشكل النفسي يعني. بس فمن خلال كده بعرف احدد ذوق الشخص حتى لو ما قابلتهوش. فبشتغل بقى على النقطتين دول يعني. يعني مثلا لو انا واحده عايزه اعمل هديه مثلا لجوزي، والهديه دي حابه انها تكون شموع بالروائح اللي احنا شامينها دي، انا اقول لك شويه معلومات عنه، فانت تعملي حاجه ليه يحبها ويبقى هي دي بالنسبه له هديه مناسبه يعني. بالظبط. يعني هي زي ما قلت لحضرتك ان النقطتين دول هم البيزكس. فخلاص عرفت النقطتين دول، هقدر اكون بجمع لك حاجه هو يكون بيقدر يكون بينبسط بيها يعني. طيب اشمعنى بقى الشموع بالذات؟ يعني انت عايزه تعملي حاجه ليكي، بتحبي الحاجات الهاند ميد، وبتقولي ان انا بحس انها بتخرج بحب. اشمعنى بقى الشموع بالذات؟ يعني ليه مثلا مش اكسسوري؟ يعني احنا بنات وبنحب الاكسسوارات، فانت ممكن تعملي اكسسوارات. ليه مثلا مش حاجات زي شنط؟ مش يعني ليه مش حاجه تانية غير الشموع؟ اوكي. احنا عندنا كذا نقطه بصراحه انا كنت بفكر فيهم جدا. اول نقطه انه الشموع في المجتمع بتاعنا هي فكره قديمه قوي، وفكره بنستخدمها لما النور بيقطع. وطبعا احنا يعني بنستخدم الموضوع ده كتير قوي دلوقتي. فانا كنت حابه اكون اللي هو لا، دي مش دي البوينت، ومش دي مش دي التارجت بتاع الشموع. ممكن يبقى عنده افكار تاني، ممكن يكون بنستخدمه لكذا حاجه تاني. فدي كانت البوينت بتاعتي. تاني حاجه طبعا ان هو ليه يعني ليه تاثير نفسي قوي جدا. حتى الناس بتوع اليوجا، الناس بتلعب بشكل نفسي، بتستخدم الكاندلز كتير قوي. بالظبط. بالروائح، بالالوان، بالاحجام بتاعته، بنسبه الاضاءه كمان. يعني الفتيله نفسها بتدي مصدر اضاءه مختلف. فكل دي عوامل بتاثر على النفسيه يعني. حقيقه انا بحييكي على اختيارك الشموع. شكرا. يعني خاصه الشموع العطريه يعني. طب احنا عايزين بقى، يعني احنا معانا طبعا صور عماله بتتعرض على الشاشه للشغل بتاعك الجميل، لكن عايزينك كمان يعني تقولي لنا الحاجات اللي احنا شايفينها قدامنا. انا شايفه تمثال لماما العذراء. انا كنت عباره عن شمع. انا عن نفسي انا يعني هخاف انورها، يعني خاف اولعها بصراحه يعني. هو انا اصلا فكره انه اعمل حاجه دينيه ديت جات لي من المناسبات. بمعنى لما يكون في مثلا ذكرى سنويه او 40 او كده، بحس الناس بتبقى عايزه تعمل تجيب حاجه الناس تستخدمها، بس مش عارفه تبقى ايه يعني. أيوه. فبحس انه يعني دي ديكور حلو قوي،
استخدام حلو قوي، فهي في الحالتين حلوه جدا، بلس ان هي حاجه دينيه يتعمل عليها شريط للذكرى، فهي بتبقى حاجه لطيفه قوي. فكره حلوه جدا اصلا اللي انت قلتيه، يعني انا تاني حاجه تعجبني بعد بوكيه الورد، وكمان فكره ان انا ممكن تبقى حاجه زي للأربعين السنويه، الكلام ده فعلا بيبقى ناس كتير قوي محتاره، وان شايفه ان الموضوع جديد ما اتعملش قبل كده يعني. بالظبط زي كده كمان انا بخلي الناس تستفيد يعني، مش بس بدلهم حاجه ذكرى بس، هي كمان بيستفادوا منها للمدى البعيد يعني. واعتقد ان اسعارها ممكن تكون اهدى شويه من الحاجات اللي هي موجوده دلوقتي. طبعا يعني بتبقى اسعارها اهدى في الاسعار اللي احنا بنشوفها دلوقتي. بس وبرده الهلال، وده كان شغل رمضان، كنت حابه قوي خصوصا انه رمضان بيتارجت قوي الصلاه. فدايما انا برضو يعني هدف الكاندلز برضو الصلاه. ففي ناس كده تحب لما تيجي تصلي تكون ده بيكون بيعلي الروح شويه. فانا كنت قصدي برضو اعمل حاجات لرمضان، والسنتد بتاعتها تكون حاجه ليها علاقه بالجو يعني. بصي، هو الحقيقه مش عايزه اتكلم على الاشكال بس اللي احنا شايفينها، لكن كمان حابه اتكلم عن الروائح العطريه. كتير مننا يعني عنده مشكله كبيره قوي. انا مثلا لما همسك يعني، خلينا اتكلم عن حاجه زي كده، انا طبعا دي تحفه وريحتها مش عايزه اقول لك رهيبه، حاسه ان هي برفان يعني. فيها دي ميه ذهب او ورق ذهب. ورق تمام. بغض النظر عن الديزاين، يعني الديزاين تحفه. انا لما باجي بولع حاجه زي كده وبعد ما بتعمل لي ريحه حلوه قوي في البيت، اجي اقفلها تطلع ريحه شياط. اوكي، دلوقتي هل اتغلبتي على فكره حاجه زي كده، او ليها طريقه معينه اقفل بيها بحيث ان انا ما اغيرش الريحه الحلوه اللي انا عملتها في البيت بان هي تتبدل تعمل ريحه شياط او تعمل حاجه زي كده؟ اوكي، هو خلينا نكون بنتكلم انه انا معظم الشموع اللي انا بستخدمها هي بتبقى طبيعيه، فبالتالي نسبة الشياط ده بيقل، اني مش حاجة يعني صناعية، فأنا بتارجت الحتة ديت. كمان أنا بحب قوي أعرف الفيدباك بتاع كل كلاينت بعد ما ياخد الكندل، ما بسيبوش يمشي كده. فاكتشفت إن هي قبل ما بتتنور بتبقى ريحتها قوية جدا زي الفواحة يعني. في ناس أصلا بتاخد مني كندلز على أساس إنها فواحة. في حد قال لي انه هي لما بتتنور مش بتطلع الريحه بتاعتها، بس لما بتطفي بتطلع الريحه بتاعتها. فانا كان عندي يعني مش فاهمه الحته دي قوي. فبصراحه انا لسه ما ترجمتش النقطه دي خالص يعني، هشتغل عليها اكيد قدام. بس فكره ان هي تكون بتطلع الريحه وهي بتشتغل دي، لا ما حدش. واحنا ما عندناش ولا واحده شغاله، لكن الروائح اللي احنا شمنها دي اكيد منهم. ما هي دي اللي بيقولك عليها الكلام. طيب طبيعه الروائح نفسها او الماده العطريه اللي انت بتحطيها، هل هي نوع معين من يعني بارفان معين، ولا بتبقى حاجات معينه يعني ايه هي عباره عن طبعا إيه؟ بتبقى حاجه ليها علاقه بالكندل زائد الشعله او النار يعني. ما ينفعش اجيب حاجه مثلا فيها كحول، ده ممكن يعمل مشكله. بس فبجيب حاجات زائد كمان بيبقى فيه في السوق عطور كتير جدا. انا بجيب الحاجات اللي هي شبهي شويه، وعشان انا بحب اعمل حاجه انا بحبها يعني. فانا بنقي بصراحه العطور اللي انا بستخدمها يعني. معظمها حاجات كلاسيك كده وبتخلي الشخص ريلاكس يعني، عشان خاطر انا بحب الحاجات الهاديه دي النايمه شويه. طبعا كل عطر بيبقى ليه بيلعب على حاجه مختلفه. بالظبط، بيبقى ليه تارجت مختلف. بستخدمه طبعا على حسب البوينتس اللي احنا كنا بنقولها من شويه، الشخص ده بيحب ايه. فانا بصي يا مريم، انت هاديه ورقيقه وجميله. شكرا. وده باين على شكلك بجد، ومن طريقه كلامك، وكمان على الشغل اللي انت عاملاه والروائح اللي احنا شمناها الجميله جدا. طيب خلينا مريان يعني اخر سؤال بقى، وانا للاسف يعني بساله وانا متضايقه، لاني كنت عايزه اقعد نتكلم اكتر من كده، لكن قولي لي ايه هي احلامك، طموحاتك، يعني بتفكري تعملي ايه الفتره الجايه، ونفسك ايه اللي تحققيه؟ اوكي، انا نفسي قوي اكون بكبر الجانب الشخصي دوت. نفسي يكون يعني مريان هي يعني تاثيرها باين قوي في الكاندلز. مش عايزه اكون يبقى الحاجه عاديه، عايزاها تكون مميزه. ليا طبعا كذا تارجت نفسي اكون بحققهم قدام، بس دي اكتر حاجه عايزه اتخرج من الكليه طبعا.
لا ان شاء الله تتخرجي وبتقدير كمان، لكن حابه ان انت يكون ليكي مشروع ثابت، حابه يكون ليكي مكان، حابه تنزلي بازارات، حابه يعني يبقى ليكي براند اصلا باسم ماريان. هو انا يعني انا بلعب ان هو يكون براند كبير ولي اسمه، بس وبفكر بقى في حاجه مختلفه شويه كفلاورز، يعني انا متارجته الجانب ده اكتر، ان هو يتلعب ازاي قدام. الحقيقة مريان أنا بشكرك بجد على وجودك النهاردة في مانيا جدها، وبقول لك كل سنة وانت طيبة، ويا رب دايما في تقدم، ودايما حاجاتك يبقى فعلا ليكي براند واضح ومعروف واسمه يكبر، وتتخرجي طبعا وتبقي مهندسة قد الدنيا. وبشكرك بجد على وجودك معنا النهاردة. كان معانا الفنانة مريان أسامة، هي طالبة في فنون تطبيقية جامعة حلوان ومصممة شموع بأشكال فنية. الحقيقة للأسف حلقتنا النهاردة انتهت، استنونا يوم الخميس القادم قبل ساعة من دلوقتي في حلقة جديدة ومانية جدا.